كانت موسمين 2014 إلى موسم 2006. كرة مقطوعة من اللاعب رومان هوبينيك، تنقطع الكرة عند اللاعب أوغران، حاول الآن كرة إلى خورخي والهدف الأول، كرة خطيرة، جول، هدف أول عن طريق اللاعب أوغران. أوغران يسجل أول أهداف المباراة، أوغران بالدقيقة 8 من عمر المباراة، بالرقم 8 بالدقيقة 8 أوغران يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 8 من عمر اللقاء. أوغران اللاعب الإسباني القادم من بوربيرادينا يسجل، شوف خطأ فادح من القائد رومان هوبينيك. طبعا رومان هوبينيك غاب عن معظم المباريات، ما لا يوجد تسلل والكرة تلعب ومن خلف المدافعين يتابعها أوغران ويسجل أول أهداف المباراة. واحد لارناكا لا شيء فيكتوريا بالزو. لاحظ الكرة ملعوبة من خورخي وتسديدة من اللاعب إيفان تريشكوفسكي ويكملها أوغران إلى لارناكا القبرصي. باغوش يلعب الكرة وجول، هدف التعادل بكرة جميلة من مارك باغوش يدرك التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. باغوش يدرك التعادل من كرة جميلة، ولا أجمل ولا أروع، يعني عوض الفرصة الثمينة اللي أهدرها. شوف الكرة على أجمل ما يكون، يضع من خلاله هدف التعادل في شباك فريق إيك لارناكا القبرص. كرة جميلة لم يفعل لها شيء إخوان بابلو، يعني حق أمانويلي دياكيز كان خايف من الكرة، يعني ظهر أنه دارس الفريق ويعرف أنه بالكرات الثابتة هذا الفريق ممكن يكون يعني جيد وخطير، وبالتالي مارك باغوش لم يخطئ الشباك. Na této straně panuje zklamání, ale my se podíváme ještě jednou na tu celkem jednoduchou akci, která skončila krásnou rychlou otočkou Daniela Koláře. Sports and waits for Pablo to make his move, and in the middle of the goal, struck well, and Pablo unable to react.